وللمزيد حول تطورات الأزمة السورية معنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد فتحي، مرحبا بك معنا. هل تعتقد أن قبول دمشق بخطة عنان هو بداية النهاية للأزمة والمواجهة الدامية التي تشهدها المدن السورية منذ أكثر من عام، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التشكيك الكبير من قبل الولايات المتحدة والغرب أيضا لهذا الإعلان من قبل دمشق؟ أنا لا يسعني إلا أن أكون من المشككين في مصداقية بشار الأسد. بشار الأسد وعد في مواقف كثيرة بأشياء ولم ينفذ منها شيء، فما هو الضمان أن تكون هذه المرة ليست كسابقها؟ آخر تطور الموقف كما أعلن صباح اليوم في مجلس الأمن أن وزير الخارجية السوري أرسل رسالة إلى كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجماعة الدول العربية يخطره فيها أن النظام السوري سيقوم بسحب المدرعات والأسلحة الثقيلة من المدن بحلول تاريخ 10 إبريل. هل سيصدق الأسد في هذا الوعد؟ أنا عندي شكوك، ولو تكون بنسبة 50% فهو إحنا بنراقب الموقف ولا يوجد لدينا أي مؤشرات على أن الأسد سيلتزم كما لم يلتزم في السابق. طيب، ماذا يعني لكم أيضا إعلان مندوب سوريا في الأمم المتحدة الموافقة على مهلة 10 أبريل في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن تحديد مهل نهائية والذهاب إلى إنذارات لن يساعد في حل الأزمة السورية؟ يوجد اختلاف بين منهجية العقل الغربي ومنهجية العقل العربي. بالنسبة للعقل الغربي هو يريد أن يتعامل مع حقائق وبجداول وبمواعيد، وفي العقل العربي فإن شاء الله بكرة معلش، بكل أسف هذا جزء من الثقافة العربية. تاريخ 10 إبريل هذا التاريخ لم يقترح من كوفي عنان ولا من الفريق الدولي اللي مساعد لي، ولكن تم تقديم هذا التاريخ من جانب النظام السوري. نتمنى من كل قلبنا أن يلتزم بشار الأسد بهذا التاريخ حتى تستطيع المؤسسات الإغاثة الإنسانية تقديم الدعم للمدنيين المضارين في هذا الصراع. طيب، هل تتوقع اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدائمين على مشروع قرار في مجلس الأمن؟ مجلس الأمن مجمع على دعم خطة عنان من الست نقاط بما فيها الجزء عملية التحول السياسي. لا يوجد اعتراض في مجلس الأمن على هذه النقطة. حديث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للنظام السوري يوضح أنه بدأ يضيق صبر روسيا الاتحادية بأفعال بشار الأسد. ربما يكون نتيجة مباشرة لتوفير المملكة السعودية وقطر وبعض الدول الخليجية إلى مرتبات شهرية للجيش السوري الحر، مما سيشكل حافز على حدوث المزيد من الانشقاقات في داخل الجيش السوري. وهذا يقودني إلى السؤال، ربما يكون هذا رد فعل. نعم، إذن وهذا يقودني أيضا للسؤال أنه ما تم إعلانه في مؤتمر أصدقاء سوريا باسطنبول من مطالبة بوقف العنف إلى هذا الدعم المالي للمعارضة والجيش الحر بالتحديد، جيش السوري الحر بالتحديد، يعني هل ترون أنه بدأ فعليا يؤتي بثماره من خلال قبول دمشق بالمهلة الزمنية؟ هذا رؤيتي لهذه النقطة تحديدا، ولكن يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم توافق على إمداد الفصائل المعارضة السورية بأي أنواع من الأسلحة، وسيلتزم الدعم الأمريكي سيتركز في مجالات معدات الاتصال والمعونات الإنسانية. فأنا أعتقد أن ربما من المحتمل أن النظام السوري يراجع أوراقه واكتشف أن حلفائه وداعمينه لن يستمر موقفهم على ما هو عليه
في ضوء أن الأسد لم ينتهز الفرصة لحل المشكلة سياسيا ولكنه تمادى في العنف. نشكرك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي على المشاركة معنا.